بسم الله الرحمن الرحيم. معانا تلفزيون توشيبا. التلفزيون ده ما بيفتحش، هنخيل لنا من لمبة هنا، أوصله بتيار كهربائي ونشوف. سمي بسم الله ونعيد. اللمبة بتزيد وتربط خفيف وبعدين ما تزيدش تاني. كل ما احاول اعيده، ايوه زي ما احنا فاكرين هي بتحاول تعيد لكن مفيش. احاول اطفي الاضاءة شوية. شايفينها بتحاول تعيد اهي وبتفصل. هفصل التيار. انا كنت فاكره قبل كده. لما بفتح الايد بجد ادي ثلاث مكثفات منتفخين في دائره الباور. هنفك البورده ونغيرهم مع بعض. هذه البوردة هي طلعناها، نشيل بقى البند خالص، نشيل الحديد. ادي واحد اتنين تلاتة، تلات مكثفات كل واحد منهم قيمته ربعمية وسبعين على خمسة وعشرين. هنشوف بداية اليوم. هبتدي ارفع المكثفات ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة جنب بعض اهم. أسوي الأزجير وغير درجة حرارة الأزجير.
والواحد والتاني. والثالث هنضف مثلا روم، هركب بقى أكبر منهم دول على 25، هركب على 35، بالتالي بستحملهم أكتر وأفضل. وإن كان نفس 400 ل 1000، 1000 على 16 على 35 اهوت، يبقى ده غلط. هركب المكثفات وراعي القطبية في الخط الأبيض، بعد كده الخط الأبيض اللي هو الموجب في الموجب والسالب في السالب. مكثف الأخراني ثلاث راكبين هم مطرحهم أبتدي أزود فلوكس أتأكد إن المكثفات راكبة لحد الآخر، تمام كده. أتأكد من البرايورتي برضه بعد ما أخلص، تمام كده، 100 فل، مفيش أي مشاكل. أبتدي أنضف
الفلاتس. وارجع البرج مطرحها. اركب البوردة كبر ال في دي اس وكذلك ده كبر باك لايت ولا لا؟ لا ده كبر كنترول بقى الكنترول سراير. أتأكد من كابل الـ VDS كويس. تمام كده. مش نظيفة بس عادي ممكن تنظف. في وسط البطارية الكهرباء بتاعي وأجرب. بسم الله بسم الله. تاني تهيد تمرد. طلعت الصورة. الا توجد اشاره كده. احنا شغلنا كده تقريبا خلاص. هبتدي اقفلها بقى ونعمل التجربه النهائيه. هنبدأ بقى نعمل التجربة النهائية للشاشة زي ما احنا شايفين. هبتدي أعيد التيار الكهربائي بتاعنا. شغالة اهي، بدأت تفتح. استنى عليها شوية، بدأت تطلع الشعار. Thank you.